أنا قلت ليش فكرة جديدة، راهو الجريمة المنظمة والإرهاب شيئان يلتقيان. اليوم راهو الهدف الأسمى هو إرباك المجتمع ككل بكل مكوناته، سواء الهياكل الأمنية والعسكرية أو المواطن، لخلق البلبلة، لخلق الفوضى، لتحطيم فهمتني مقومات مجتمع متحذر ومتقدم، فهمتني، لتحطيم كل المكتسبات اللي حققها الشعب التونسي. إذا رأوا الهدف هو هذا، الهدف هو إرباك المجتمع، سواء من خلال الجريمة المنظمة بمختلف مكوناتها أو من خلال العمليات هذه التي تتنزل كذلك في باب الجريمة المنظمة. مش بالضرورة عملية الذبح، هي عملية الاعتداء الممنهج. وقلنا نقولوا عملية مثال التفخيخ، تفخيخ نزل، تفخيخ معناها بطريقة الحال، أو الاعتداء على نزل، أو الاعتداء على تجمع سكني، أو الاعتداء على حي تجاري، كلها مش تستهدف شكون؟ مش تستهدف بالأساس المواطن. وبالتالي في عملية تحطيم المعنويات للمواطنين هي تحطيم للمجتمع ككل، هي ضرب المجتمع في كل كيان. هو الانتماء العقائدي الأيديولوجي للحركات هذه وللتنظيمات هذه لا يقتصر على لون ولا على دولة ولا أفراد من مجتمع واحد، هو أخطبوط إقليمي متكامل، هو تنظيم وكتائب ترتبط بعضها البعض ولا تتحدد بحدود جغرافية. أما لا، ما ثماش أطراف جزائرية، لا لا، اللي يقول ثم انتماء أفراد جزائريين وليبيين وموريتانيين ومغاربة، هو تنظيم دولي سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى التنظيم أو على مستوى التنفيذ. هو تنظيم كما قلت يرتبط أفراده فهمتي بعقيدة تجمعهم عقيدة دون النظر إلى جنسيته. يلزمنا نكون على درجة كبيرة من اليقظة، يلزم المواطن ورجل الأمن يد واحدة، ما فماش تحديد لمناطق دون أخرى. الإرهاب لا يتحدد، ما عندوش لا موقع ولا عنده لا وقت ولا عنده ظرف ولا مكان، ينجم يكون في أي مكان كان. وبالتالي ثم صحيح أنه ثم مناطق توا ظاهرة اللي فيها تمركز، ظاهرة اللي فيها تمركز، لكن الخلايا النايمة لا تتحدد بمكان. الناس كلنا نتحمل الأخطاء بدون استثناء، لأنه التخطيط الأمني يجب أن يكون طويل المدى. اليوم لازم نفهموا أنه هذه الجماعات وفي إطار مخططاتها باش ستعتمد في هذه الفترة وبحكم عوامل بداخلها خطة نصب الكمائن وعمليات استدراج للقوات الأمنية باش تستعمل الهجومات المباغتة بأساليب مختلفة. لذا يجب على الأمنيين عامة والمواطنين خاصة الحذر الشديد، عدم الانسياق وراء أي دعوة أو أي طلب إسناد إلا بعد التهيئة وأخذ الاحتياطات اللازمة لدرء أي طرف. يجب على القيادات الأمنية تحسيس أعوانها وتفعيل أقصى ما يمكن المنظومات الأمنية. الإمكانيات راهي ماهاش مانع وحاجز أمام خطط أمنية يقع تركيزها. صحيح أن الإمكانيات المادية تساعد، الإمكانيات المادية تسند، الإمكانيات المادية ضرورية، فهمتين، الوسائل التقنية والفنية ضرورية، التعاون الدولي ضروري، لكن ثم أبجديات، ثم أساليب تقليدية يعرفوها الأمنيون اللي من شأنها باش تحد من المخاطر، لأن المخاطر راهي لا تنتهي ولا يمكن أن تنتهي بأي حال. وإحنا نشوفه في أعتى وأقوى الدول على مستوى الإمكانيات عتادا وعدة تقع فيها مثل هذه العمليات، وتونس اليوم ليست في منأى عن هذه الأمنيات. زاد من هولوش ومن أولوش لأشياء، لا نهول ولا نؤول، فهمتني، أقول وأن هذه العمليات يمكن أن تقع. بقي الذي لا يمكن أن يقع هو التخاذل أمام هذه العمليات.